المشاركة النهاردة في اليوم العالمي واللجنة المنظمة. موضوعي عن الأنافيلاكسيس أز إمرجنسي. دي الأوبجكتيفز بتاعتي إن أنا بحاول أعمل أويرنس بالماجنتيود أوف ذا بروبلم وإزاي أرجنت مانجمنت أباوت الهيلث كير بروفيشنال وبالذات في الإمرجنسي سيتنج والبيري أوبريتيف. يعني كل الدكاترة الصيادلة النيرسز كل الناس دول لازم يبقوا إيه أوير بإن إحنا كل شوية نجدد المعلومات ونعرف إزاي نتصرف فيري إيرلي. الديفينيشن الأنافيلاكسيس إز ذا موست سيفير الموست سيفير كلينيكال برزنتيشن اوف ذا اكيوت سيستميك الرجيك رياكشن. ده رجع معايا لو احنا قلنا ان الالرجي ليها مايلد سبيكترم وسيفير سبيكترم فهو الأنافيلاكسيس هي تمثل السيفير السيفير اند اوف ذا سبيكترم السيفير اند اوف ذا سبيكترم. مش بس كده انا حبيت اقول في ديفينيشن تاني مهم جدا ان مش بس سيفير لا ده هي لايف ثريتنينج موت ممكن تهدد حياه الانسان بالالرجيك رياكشن اللي بيحصل بسرعه جدا ريزلتنج فروم ايه من الماسيف ريليس بتاعه الميديتور اللي هي من المسل والبيزوتيل اللي بتطلع المفروض ان هي تبقى بروتكتيف للجسم لما تشتغل ضد الجسم بكميات كبيره جدا فيحصل ادي المسل وزي ما احنا شايفين عباره عن زي ما يكون كيميكال ويبن كل جرانيولز اللي فيها كبيره جدا لما بتشتغل بروتكتيف بتبقى انفلاماتوري سيلز كويسه ديفنسيف كويسه جدا لما بتشتغل ان سيستميك في السيستميك ريليس بالكميه الميدياتورز اللي فيها الهيستامين والليكوتراين والبروستاجلاندين الاكستنسيف ريليس للميدياتورز دول بيعملوا كابيلاري ليش ليك وفازو دايلاتيشن وبرونكوس باس اللي بيأدوا لحاجتين خطيرين جدا اللي هما اللو بلاد بريشر والاير واي ناروينج اللي هو سواء ابر اير واي او لوور اير واي اللي ممكن يهددوا حياه الانسان. طيب الباثوجينيس عباره عن ايه؟ هي اي جي اي ميديتد مش اكتر من كده. هي موست كيسز الكلاسيك هي الكلاسيك والموست فريكوينت فورم من الانافيلاكسيس هي الاي جي اي ميديتد لكن في فورم تاني اللي هي النون اي جي اي سواء ان هو اي جي جي او كومبلمنت ميديتد او دايركت ماست سيل اكتيفيشن بنشوفها في الناس اللي بيحقنوا صبغه سواء في الكونتراست في الام ار اي والسي تي او الناس اللي الحاله اللي حصلت في مستشفى العيون المستشفى الوطني اللي اترفع عليها قضيه دي كانت برضو كانت حقنت ماست سيل حقنت صبغه وما كانوش اتدخلوا بالابيناف فيري ايرلي والحاله ماتت وزي ما انتم سمعتوا في كل الميديا اتكلموا عليها. ما بتفرقش كلينيكال دايجنوزس سواء هو اي جي اي سواء نون اي جي اي الكلينيكال دايجنوز بتاعها ذا سيم والمانجمنت ذا سيم عشان نبقى ايه ما نحتارش. السيمبتومز بتحصل فيري ايرلي بسرعه جدا وده اللي بيميز التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي بتحصل بسرعه جدا افتر اكسبوجر للتريجرنج فاكتور والانافيلاكتيك رياكشن ممكن يبقى مايلد ممكن يبقى مودريت ممكن يبقى سيفير والحمد لله معظم الحالات مايلد تو مودريت ولذلك حتى في ناس تقول لك ايه انا اديت انتي هيستامينيك وعدى انا اديت كورتيكوستيرويد وعدى هو عدى عشان هو معظم الحالات سيلف ليميتنج مش عشان خاطر انها عدت انها مظبوط جدا لكن خلي بالنا ان اي حاله جت مايلد او مودريت في الفيوتشر ممكن تبقى لايف ثريتنج فاذا نبقى واخدين بالنا. الكومن تريجرز زي ما انتم شايفين الكومن تريجرز هي عباره عن ايه؟ عباره عن فود الفود اللي هم عارفين الثمانيه اتضاف عليهم واحد الاكس والشيل فيش والناتس والبينات والميلك ضافوا عليهم زي ما انتم شايفين في الجنب خالص السمسم
السمسم دلوقتي اعتبروه من تاسع فود بيعمل فود الرجي وبيعمل انافلاكسس بتوصل انافلاكسس حتى ايفن الناس اللي بتشم السمسم او بتدوق طعم الطحينه او على السندوتشات. نخلي بالنا ان مش بس الفود في الاطفال الصغيرين هو الفود، بعد كده يجي الانسكت بايتس، يجي الدراجز زي النونستيرويد الانتي انفلاماتوري زي الانتي بايوتكس. كلنا عارفين الحقن البنسلين والكيفالوسبورنز اللي بتجيب حساسيه وانافلاكسس، الاي في اي جي الماسكولار ريلاكسنت دورينج الانستيزيا، كل الحاجات دي ممكن تخش. اللاتكس، اللي هي الجوانتيات والفيبرونات والتيتينا. وخلي بالنا ان اللاتكس مش بس يعمل انافيلاكسس، لا ده في كروس اكتيفيتي مع بعض الفروتس زي الكيوي وزي بعض الفروتس الثانيه. sometimes الاكسرسايز لما الواحد ياكل اكل معين ويكسرسايز بعديها، لو اكل الاكل لوحده ما يعملش حاجه، لكن لو عمل اكسرسايز لوحده ما يعملش حاجه، لكن لو اكل الاكل وعمل اكسرسايز وسخن وعرق وفي جو حر ممكن يجيله انافيلاكسس ريبورتد. مش بس كده، sometimes ما تلاقيش اي، لازم نجتهد ان احنا ندور على تريجرز، لو ما لقيناش تريجرز ممكن يبقى تتشخص ايديو باسك وديري. دلوقتي 20% من الحالات متشخصه ايديو باسك مش معروف لها سبب. طيب دي انا جبت صوره لويل سميث عن الفيلم عن ازاي ان هو لما اتعرض للسمك جاست مجرد بيقطع السمك جاله انجينيراتيك قديمة بالمنظر ده هو، وبيحكي قصة الانافيلاكسس. دي واحدة من البطلات التنس اللي كان عندها الرجي، بينات الرجي، وكانت بتخش في انافيلاكسس وهي صغيرة. بعد كده عايزه اقول لكم الواو اللي هي World Allergy Organization سنة 2020 عملت جايدنس سهلت علينا جدا جدا الدياجنوزس هاو تو سسبكت انافيلاكسس. احنا صراحه واحنا صغيرين واحنا نواب كان بيبقى صعب علينا ان احنا نشخص جدا الانافيلاكسس. دلوقتي الجايدنس ديت موجوده في كل حته على الـ على الـ على الجوجل، بتقول بس ببساطه جدا 80% من الحالات بيجوا 80% بيجوا ب سكين وميكوزال تيشو الحمار ده، الحمار الجلد ده اللي هو الواحد بيظهر له راش ويبقى سولن وانجيوديما سواء من سكين سواء من ميوكس ميمبرين. المنظر ده لوحده معاه واحد من الثلاثه دول اللي هم بالذات الابر اير واي سواء ابر اير واي او لور اير واي، يعني يجي له خنقه، يجي له كحه، يجي له ابر اير ويزز، يجي له هايبوكسيا. دي كلها تعتبر واحدة بس لو هو اتعرض لتريجر وحس بدوخة وانه هيروح من الدنيا او حصل له كولابس، دي ممكن واحدة تانية مع السكين. واحدة تالتة ان يجي له سيفير ابدومينال بين وفوميتنج وفي بعض الاحيان دايريا. ده سيناريو من السيناريوهات. يبقى 80% من الحالات بتيجي بسكين وميوكس ميمبرين افكشن السكين وفلاشينج وانجوديما وراش ومعاها واحدة من الثلاثة دي سواء upper أو lower respiratory symptoms أو GIT symptom أو circulatory symptom أو GIT. هي دول ده سيناريو. السيناريو الثاني إن يتعرض للتريجر وفجأة يحصل له blood pressure يقع منه، أو فجأة يعني يكون في مطعم وبياكل سمك مثلا وفجأة يحس إن هو بيتخنق سواء upper airway او كحه ويتز وهايبوكسيميا. ودي سيناريو تاني. المشكله في السيناريو التاني ان مفيش سكين، بس بيبقى غالبا الانسان ده بيبقى اتعرض للتريجر واتعرف ان هو اتعرض. طيب في ديفرنشال دايجنوز؟ طبعا في ديفرنشال دايجنوز اللي هو من اهم الديفرنشال دايجنوز الحاجات زي فازوفيجال اتاك. دي لو ما فيش سكين مانيفستيشن فازوفيجال اتاك. الفرق بين الفازوفيجال اتاك وبين السينكو الانافيلاكسس ان الانافيلاكسس معاها تاكيكارديا، الفازوفيجال معاها بريتيكارديا. الانافيلاكسس معاها سكين غالبا
لكن الثانيه ما فيش. لا كيو سيفير ازمه ممكن تخش في الديفرنشال دايجنوزز لان مع الانافيلاكسيس بس ما بيكونش معاها سكين وبروريتس وغيره. الاكيوت جنرالايز ارتكاريا ياما احنا في الاول كنا بنشخص الاكيوت جنرالايز ارتكاريا انها انافيلاكسيس طالما انها مش معاها واحده من الوحدات اللي احنا قلنا عليها يبقى هي بس سكين تشينجز بس. الانكزايتي والبانيك اتاك طبعا اللي جرب الانكزايتي بيبقى معاها هايبرتنشن مش معاها هايبوتنشن. اخر حاجه الهيريديتري انجوديما. الهيريديتري انجوديما دي بتيجي بريكارنت اتاكس بانجوديما ودي بتبقى نون بروريتك ما بتبقاش بروريتك وما بتستجابش خالص للايه للابينفرين والانتي هيستامينك ولا الحاجات ديت. اوكي يتبقى هتكلم كلمتين على الكو فاكتورز. ايه الحاجات اللي بتزود واحنا بناخد الهيستوري ان بتزود حدوث الانافيلاكسيس؟ الاكسرسايز زي ما قلنا ممكن واحد الاكسرسايز يزود الحدوث بتاعه الانافيلاكسيس. الاكيوت انفكشن الناس اللي بيجي لهم مثلا اكيوت فليكرال تونسيلايتس زي ستريبتوكوكال انفكشن وياخدوا حقنه سيفتراكسون الام تقول لك لا اصل انا لو سمحت انا عايزه يتعالج بالحقنه فممكن ياخد الحقنه مع الستريبتوكوكال انفكشن تدخله في انافيلاكسيس. الايموشنال ستريس الناس اللي بتعرضوا للسليب ديبريفيشن والديبريفيشن والستريس بيبقى عرضه للانافيلاكسيس. الناس اللي هم يعني في ديستربد روتين اللي مسافرين وبالذات في ناس ريبورتد وهم طالعين الطياره اكلوا اكل على الطياره ودخلوا في انافيلاكسيس. البنات بالذات البري منسترال ممكن تبقى في هذه الوقت هي عرضه قوي للانافيلاكسيس. الستبس اوف مانجمنت دي بقى الكلمتين الاخرين اللي عايزه اقولهم. وانس ان انا قابلت حاله انافيلاكسيس زي اي امرجنسي بقول بصوت بقول حد يجي يساعدني وبسرعه ان حتى بعمل اي بي سي الكلام اللي احنا عارفينه الاير واي البريسنج السيركيليشن بعمل اسسمنت وفي نفس الوقت بجهز نفسي بحد بيساعد عشان اطلع الابينفرين بتاعي عشان الابينفرين مازال هو الجولد ستاندرد اوف تريتمنت اوف انافيلاكسيس. كل ما بندي الادرينالين بدري كل ما بنقلل المورتاليتي. الحاله اللي هي حصل لها الوفاه في مستشفى رمض بتاع العيون اتاخرت في اخذ الابينفرين واتريكوردت الكلام ده في الشيت بتاعتها. فانا بعمل اي بي سي بسرعه احط بعمل باس اوكسيمتر لو في هايبوكسيا بحط اكسجين علق محاليل ولو لا قدر الله في كارديك ارست نعمل سي ار بي. يجي ناخد بقى ما فيش بيقولوا نو كونترا انديكيشن فور ذا ابينفرين بس ما فيش كونترا انديكيشن هندي الابينفرين بالدوز بتاعته اللي احنا هنشوفها 1% من الكيجي ما تخافش وبنديها لو احنا شاكين من غير اي تردد. الابينفرين بناخده الحقنه بتاعته اللي موجوده عندنا في الاستقبال اللي هي 1 على 1000 الدايلوشن الواحد ملي جرام في 1 ملي ما نحاولش نديه خالص انترافينس بنديه انتراماسكولر بالنسبه بنحفظ للناس الدوز اللي هي شرطه لكل كيلو شرطه لكل كيلو يعني الطفل اللي 10 كيلو 10 شرط الطفل اللي 20 كيلو 20 شرطه الطفل اللي 30 شرطه ويستحسن ان احنا نخلينا على اللو عشان لو انت خايف خليك على اللو خليك على اللو وكرر كمان 5 دقائق. وهنا خلي بالك ان هنا في الاوتو بن اللي هو اللي هو ب $200 مش موجود عندنا في مصر بس احنا لغايه دلوقتي احنا بنستعمل الابينفرين اللي موجود بسهوله في اي طوارئ. نخلي بالنا ان احنا بندي في الانترولاترال بارت اوف ذا سايز وبندي في حقنه الانسولين وبنخلي السن بتاع يستحسن السن اللي هو 3 سنتي بناخد السن بتاع 3 سنتي ونركبه في الانسولين او بسرعه بدي على طول في الانترولاترال وبعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عشان اطمن تماما ان الابينفرين كله دخل جوه عشان ما يحصلش فيه يكروز معايا وانا طالعه.
ولو حصل انه ما استجابش بعمل ريبيت مره واثنين. السكند لاين لو انا حاسه ان في ويزز على طول بحضر النيبلايزر وبدي بالانهيل بيتا تو بالسال بيتا بول عشان يساعد مع الادرينالين، لان الادرينالين الحاجه الوحيده اللي بتريفرس الايفكت بتاع الهيستامين. الجلوكوكورتيكويدز مهم بعد الابينفرين عشان الليت فيس وعشان حاجه اسمها الباي البروتاكتد سيمبتومز اللي ممكن تحصل في خلال الست سبع ساعات اللي جايين، وفي الاخر خالص الانتي هيستامينك عشان الهرش وبنخاف منه. خلاص انا خلصت التايم. طب هي دقيقه واحده بس، هي دقيقه بس والله العظيم دقيقه جد. ايه خلاص هيفيلوا العباده. طيب الاوبزرفيشن اخر حاجه، الاوبزرفيشن مش همشي العيان على طول، لا هحطه على الاقل تحت الاوبزرفيشن من 4-8 ساعات حسب السيفيريتي اوف ذا كيس عشان خاطر ان احنا نخاف انه نمشيه يرجع له تاني السيمبتومز من غير اي سبب، من غير ما يتعرض لاي حاجه. شكرا.